لنربي أنفسنا ومن تحت أيدينا على تعظيم شعائر الله. أد الصلاة لأن الله أمرنا، اقرأ القرآن لأن الله أمرنا، أد الحج لأن الله أمرنا، ولا يكن أحدنا دنيوي المقصد في فعل الدين. لا يكن أحدنا دنيوي المقصد في أفعال الدين. اقرأ سورة البقرة ليحفظك الله من الشر، هذا هدف من الأهداف، لكن احفظ سورة البقرة وخذها لأن أخذها بركة، لأن رسول الله أمر، ولأنه جاء الحث عليها، ولأنها من كلام الله. حافظ على الصلوات لأن الله أمر. أما الآثار التي تأتي من منافع دنيوية وأخروية فهي تأتي، لكن لنعظم أول الأمور الاستجابة لأمر الله عز وجل.